ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي نقرأ منها: زوج ملكة الدنمارك مصاب بمرض خطير. جاء في تفاصيل الخبر: يعاني الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك من الخرف بحسب ما أعلن القصر الملكي. أشار بيان إلى أن الإصابة المشخصة تؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية من دون توضيح نوع الخرف الذي أصيب به الأمير، علما أن مرض الزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعا. من صحيفة الخليج اخترنا لكم مشاهدين سيارات أجرة لنقل الحيوانات الأليفة. أطلقت في الآونة الأخيرة خدمة جديدة للسيارات الأجرة في لبنان مخصصة لنقل الحيوانات الأليفة فقط بتمويل مجموعة من محبي الحيوانات. وقال أحد المؤسسين إن الزبائن أحبوا الخدمة الجديدة لأنها تريح أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يعملون طوال النهار، مضيفا أن مشروعه يراعي معايير السلامة في نقل الحيوانات الأليفة، كما يتم تنظيف السيارة بعناية بعد كل رحلة. واخترنا لكم من صحيفة الشرق الأوسط: تايلاندية تهرب بالمهر بعد وعدها لعشرة رجال بالزواج. بعد وعدهم بالزواج تقدم عشرة رجال في تايلاند بشكوى إلى الشرطة المحلية، زعموا فيها أنهم تعرضوا للخداع من جانب امرأة تايلاندية اختفت بعد حصولها على مهور منهم. واتهم جميع الرجال المرأة بالحصول على مبلغ يتراوح بين 6000 إلى 15000 دولار من كل منهم بعد إقامة حفلات زفاف. ومن صحيفة القبس الكويتية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: ستيني يتقاعد بعدما تسلق أعلى قمم العالم. جازف شخص إسباني على مدى أكثر من 30 عاما بحياته لقهر أعلى القمم في العالم في هيمالايا وغيره من الجبال لرغبته في الارتقاء إلى مصاف كبار المتسلقين العالميين، وأصبح الإسباني بذلك أكبر متسلق الجبال سنا ويتربع على القمم 14 التي يزيد ارتفاعها على 8000 متر من دون الاستعانة بالأكسجين. ومشاهدين ختاما من صحيفة النهار اللبنانية: أميرة تتزوج شابا من العامة وتترك العائلة الإمبراطورية. قالت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري في اليابان إن حفيدة الإمبراطور الكبرى ستتزوج زميلها في الدراسة، ما يزيد من انكماش الأسرة الملكية لكونها ستصبح من العامة بعد الزواج. وتأتي خطوبة الأميرة من زميلها بعدما صادق المشرعون في شهر حزيران يونيو الماضي على مشروع قانون يسمح للإمبراطور بالتنحي، وفي حالة تنحيه يكون هذا التنحي هو الأول من نوعه في العائلة الإمبراطورية اليابانية منذ عام 1817.